في حلقة جديدة وفيديو جديد النهاردة عن الأبراج، والنهاردة هنرتب الأبراج من هم الأبراج الأكثر حساسية أو الأبراج اللي بتزعل بسرعة، أو بالمصري عندنا ممكن نقول الأبراج القماصة. القماصة دي يعني بتزعل بسرعة، سهل إن هي تزعل. انتوا كلكم زمانكم متحمسين ان انتوا تعرفوا مين هم ترتيب الابراج. انا هقول اكتر، ممكن اقول 6 ابراج. اوكي بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتتابعوني على السوشيال ميديا، على الانستجرام وعلى الفيسبوك، وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناه الكلام المفيد وتقولوا لي انتوا مين اكتر 3 ابراج بتشوفوهم بتقمصوا بسرعه او بيزعلوا بسرعه او حساسين بزياده. طيب مش عايز ازعل. اوكي انا مش هقول الترتيب يعني، انا بس هقول اكتر واحد او اكتر 2، يعني في 2 جامدين جدا بيزعلوا بسرعه قوي، الباقي كلهم زي بعض او نفس الدرجه، فالترتيب مش مهم يا جماعه. طيب عندنا في المرتبه السادسه هيجي عندنا من اكثر الابراج اللي بتزعل وعندها حساسيه قويه جدا جدا، هيجي عندنا، انا عايزاكم تتوقعوا برج ايه. ابراج حساسه بتزعل بسرعه، دراماتيك شويه. انا مستنيه اشوف الترتيب الناس رايها ايه. طيب عندنا هيجي في المرتبه السادسه هيجي عندنا برج الاسد. برج الاسد من الابراج اللي ما بيحبش حد يضايقه، ما بيحبش حد هو ما بيزعلش بسرعه، بس هو ما بيحبش حد يحرجه، ما بيحبش حد يتكلم عنه، ما بيحبش حد يعني مثلا يعني يكون بين ناس وحد يتكلم عنه بطريقه مش كويسه يحرجه، فهو بيزعل يعني ايه، لا انت ما تتعاملش معايا كده، فبتقمص وبيبقى رد فعله اجريسيف جدا. يعني برج الاسد من الابراج التنكه شويه او المغروره او الحاسه بنفسها، فلو حد احرجه او ضايقه او يعني جه عليه فتلاقيه بيزعل بقى ويقفش عليك ويقفش عليك بقوه، يعني مش هيسكت يعني، بالعكس هو كرامته هتيجي عليه قوي، واللي هو لا انا ما حدش يقول لي كده، ما حدش يعمل لي كده، فهيتقمص يعني، بس هو مش قماص قوي يعني، هو بس هو اكتر من ابراج ثانيه. اوكي نيجي بعد كده عندنا برج من الابراج اللي بتزعل او بتاخد على خاطرها بسرعه جدا، وما بيحبش حد يعني، وبيبقى برده رد فعل عنيف جدا، بيجي برج الجوزاء. برج الجوزاء ما بيحبش حد، لا في حاجه غلط يا جماعه، تقريبا الجوزاء من الابراج اللي برده كرامتها بتنقح عليها قوي، ما بيحبش حد يضايقه، ما بيحبش حد يزعله، ما بيحبش حد يجي ناحيته، ما بيحبش حد يجي ناحيه كرامته، فبالتالي لو حد بس همسه كده لا بيتقمص وبيزعل، وتلاقيه مثلا حتى لو انت مرتبط بحد من برج الجوزاء وانت بتكلمه لو قال لك حاجه ضايقته ممكن يقفل السكه في وشك عادي، وسبيشال ستات برج الجوزاء اكتر كمان من رجال برج الجوزاء. فبرج الجوزاء من الابراج الحساسه اللي بتتقمص بسرعه، اللي بتزعل بسرعه، اللي عندهم حساسيه بزياده. اوكي طيب نيجي بعد كده عندنا بعد برج الجوزاء هيجي عندنا برج انتوا قولوا معايا يعني، ده المرتبه الخامسه برج الجوزاء، المرتبه الرابعه هيجي عذراء. برج العذراء من الابراج الحساسه، مع انه في البدايه هتعتقد ان هو شخص بارد لان هو مش بيبين رياكشنز سريعه، او يعني مش بي يعني هو ذكي جدا جدا، فاحيانا تحس ان هو انت مش فاهمه، مش فاهمه زعلان ولا مش زعلان، هو بيعرف يحول الهزار للجد والجد هزار. بس برج العذراء من الابراج الحساسه جدا جدا برضو اللي عندها كرامتها بتنقح عليها، فسهل يزعله بسرعه وبيتضايقه بسرعه. بس برج العذراء فيه ميزه لطيفه جدا جدا ان هو بيتصالح بسرعه، بيزعل بسرعه بيتصالح بسرعه، يعني هو مش قفوش قوي يعني، هو ممكن يزعل بسرعه ويقفش بسرعه، بس سهل ان انت تصالحه، سهل ان انت ترجعه تاني الى طبيعته العاديه. فبرج العذراء يعتبر من اكتر الابراج اللي بتقفش وبتزعل بسرعه جدا جدا، ويعني سهل زعله يعني سهل يزعل. وبرج العذراء كمان من الابراج اللي ما بحبش حد يدوس له على طرف، هو حاطط نفسه في مكانه معينه، فلو حاسس ان اللي قدامه مش شايف نفسه او مش حاسه في المكانه دي تحسه هو بينسحب. برج العذراء من نوع ما بيحبش يهين كرامته، ما بيحبش يضايق نفسه الا اذا حد بيحبه قوي قوي، يعني برج العذراء الحاجه الوحيده اللي ممكن يتخلى عن كرامته قدامها هو ان حد يكون بيعشقه وبيحبه، ساعتها ممكن يتغضى شويه. بس برج العذراء هتلاقيه من الابراج، مع ان هو من برج ترابي يعني الابراج الترابيه مش من الابراج اللي يعني هي برج راسي، بس هو برده حساس جدا جدا. طيب المرتبه الثالثه هيجي عندنا برج العقرب. برج العقرب من الابراج اللي بيفضل يكتم 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 يكتم، بس مره واحده بيزعل، بس هو حساس جدا جدا، هو مش هيزعل بسرعه بس هو شخص حساس قوي، وبيفضل يكبت 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 جواه، بس هو بيزعل بينه وبين نفسه. برج العقرب من الابراج اللي ممكن يعيط لو هو قاعد لوحده، يقعد يعيط كده، يقعد يدمع، هو ما بيحبش حد يشوف دموعه، او هو دمعته قريبه يعني، فهو شخص حساس. انا ناس كتير اصحابي
عقرب واحنا بنتكلم مع بعض لو موضوع يعني تنشن قوي وفي زعل وفي كلام كبير لا ممكن يعيطوا قدامي وسبيشالي البنات. فبرج العقرب برج حساس جدا بس مش بيزعل بسرعه، فاهمين الفرق؟ يعني هو بيكبت في نفسه شويه، بيكتم في نفسه، بعد كده بقى يجي يقول لك شفت انت عملت 1 2 3 4 5 6 7 8. بس برج العقرب برج حساس جدا جدا جدا، واقل حاجه بتاثر فيه، اقل حاجه بتاثر فيه عاطفيا، لانه برج عاطفي، برج مشاعره قويه، وبرج غامض. عشان كده هو من اكثر الابراج المائيه غموضا. يعني لو احنا قلنا مين اكتر برج، بليز ما تنسوش تعملوا لايك وتقولوا لي مين المرتب الاول والثانيه، وهم طبعا في اتنين اقوى جدا. انا بصراحه كنت محتاره اقول مين اكتر برج حساس فيهم، يعني هما الاثنين دراماتيك جدا جدا، وهما الاثنين بقى بيعملوا المرتبه الثانيه وبجداره، بجداره يا جماعه. برج الحوت، برج الحوت برج حساس حساس حساس، قماص قماص. انا مامتي يا جماعه برج الحوت بقى، ماما مامتي اسمها حساس جدا، بياخد كل حاجه على عواطف. فبرج الحوت وبيقعد بقى ايه يعني يكبر المواضيع في دماغه، وبيقعد يسخن في نفسه، وبيقعد يعني ده قال لي كذا كذا، لا ده اكيد. برج السرطان، برج السرطان هو اكتر برج حساس، اكتر برج قماص، اكتر برج دراماتيك، اكتر لو انت اصلا مش قصدك اي حاجه هو بياخدها وبيكبر المواضيع جدا. لو انا دايما بيخاف، عنده سكيورتي ايشوز، عنده مشكله في السكيورتي، عندي مشكله ان هو حساس قوي، عنده مشكله ان كرامته على طول بتوجعه. مشكله برج السرطان ان هو بيكبر المواضيع شويه، يعني ممكن الموضوع يبقى صغير قد كده وقد كده، هو يكبره جدا جدا جدا، وبيسخن في نفسه بقى، يفضل يسخن في نفسه. قولوا لي رايكم يا جماعه، وقولوا لي مين هم الابراج اللي انتم شايفينهم دراماتيك، اكتر ابراج شايفينهم دراماتيك وشايفينهم حساسين. هستنى رايكم، بليز ما تنسوش تعملوا